ابتكر البشر العديد من الأشياء المفيدة عبر التاريخ، لكن الابتكارات الجديدة دائماً ما تعاني من شيء واحد وهو النسخ. تم نسخ كل الابتكارات في هذا العالم تقريباً، وخاصة في مجال الأسلحة، بداية من السكاكين الصغيرة إلى القنبلة الذرية. وقد شملت عمليات النسخ العديد من المركبات العسكرية أيضاً. في هذه الحلقة سنعرفكم على أبرز المركبات العسكرية التي تم نسخها بدون أي ترخيص. لننطلق. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم. TU-4. لم يكن المهندسون السوفيات ناجحين في تصميم الطائرات الحربية، ولذلك فإنهم لم يترددوا في إلقاء نظرة على التصاميم الأمريكية الناجحة، وذلك ما أدى لظهور طائرة TU-4 السوفيتية. بحلول نهاية الحرب العالمية الثانية كانت صناعة الطائرات في الاتحاد السوفيتي قد تراجعت كثيراً، وهو أمر أدركته القيادة العسكرية جيداً. وبدل تطوير طائرة جديدة، عمل المهندسون بأوامر من القيادة العسكرية على نسخ طائرة B-29 الأمريكية. في ذلك الوقت كان الجيش السوفيتي قد نجح في الاستيلاء على 3 طائرات من هذا النوع، وبعد أن وصلت تلك الطائرات إلى موسكو تم تفكيك الأولى، في حين تم الإبقاء على الثانية كما هي كمرجع في عملية التركيب. أما الثالثة فقد تم استعمالها لإجراء التجارب. تمت دراسة كل أجزاء الطائرة من طرف فريق من المهندسين، حيث حرص المهندسون على تصوير كل جزء وحساب وزنه وأبعاده والتعرف على المادة التي صنع منها ذلك الجزء، كما ساهم أكثر من 50 معهدا في عملية نسخ أجزاء الطائرة. وفي النهاية تم تركيب طائرة سوفيتية مشابهة للطائرة الأمريكية وحملت اسم TU-4. وقد شهدت تلك العملية بعض المواقف الطريفة، حيث وجد المهندسون ثقباً صغيراً في جناح الطائرة، وهو الثقب الذي لم يكن له أي تأثير على الديناميكية الهوائية للطائرة. ومن المرجح أن ذلك الثقب قد حدث بسبب طاقة نارية أو تآكل الحديد. وبما أن المهندسين السوفيات لم يكونوا واثقين من سبب تواجد ذلك الثقب، فقد تم إحداث ثقوب مشابهة له في أجنحة الطائرات السوفيتية الجديدة أيضاً. والجدير بالذكر أن نسخ الطائرات الأمريكية كان حلاً مثالياً للخروج من الأزمة التي عرفها الاتحاد السوفيتي في تلك الفترة في مجال تطوير الطائرات. TU-160. مع مرور الوقت تطورت الصناعة السوفيتية، وتم إنتاج طائرة رغبت الولايات المتحدة الأمريكية بنسخها، وهي القاذفة الاستراتيجية TU-160. ومن أجل الاطلاع على أسرار عمل هذه الطائرة، اقترحت شركة بوينغ بدء مشروع لإنشاء طائرة ركاب أمريكية سوفيتية أسرع من الصوت، وذلك بموافقة القيادة السوفيتية. وللقيام بذلك يحتاج الأمريكيون لدراسة محركات الطائرة الروسية بعناية، وذلك بمشاركة وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. كانت طائرة TU-160 مجهزة بمحرك من نوع NK-32S بدلاً من محرك RD-36 الذي تم استعماله سابقاً في طائرات عادية مثل TU-144. كما تم تزويد الطائرة بنظام توزيع وقود جديد ومتطور للغاية، إضافة إلى عدد كبير من معدات التحكم المتطورة التي يمكنها تسهيل عملية تشغيل الطائرة. وقد بدأت التجارب الرسمية للطائرة عام 1996 تحت إشراف وكالة الفضاء الأمريكية، واستمرت لمدة 1.5 عام، حيث قامت الطائرة ب30 رحلة جوية تجريبية خلال تلك الفترة، بما في ذلك بعض الاختبارات التي كانت حصرية لصالح شركة بوينغ. وبعد تلك التجارب حصل الأمريكيون على كل خصائص المحرك ونظام الوقود الخاص بالطائرة الروسية TU-160 بطريقة قانونية بحجة استعمال تلك المعلومات لتطوير طائرة مدنية. لكن الجيش الأمريكي كان قادراً على استعمالها لتطوير قاذفة استراتيجية مشابهة لTU-160، ومن حسن الحظ أن ذلك لم يحدث. J-6. يمكن القول إن الصينيين هم أبطال العالم في النسخ، وذلك يشمل الطائرات العسكرية أيضاً. فكل الطائرات العسكرية التي تملكها الصين اليوم هي طائرات ذات تصميم سوفيتي، وأكثرها شيوعاً أوائل الخمسينيات طائرات J-6، وهي نسخة طبق الأصل من طائرات MiG-19 السوفيتية. أما الطائرات التي ما زالت الصين تستخدمها لغاية اليوم فهي طائرات J-7، وهي نسخة من طائرات MiG-21. وقد تم نسخ هذه الطائرات في فترة الستينيات حين كانت العلاقة جيدة بين الصين والاتحاد السوفيتي. فبعد إرسال مجموعة من الطائرات السوفيتية إلى الصين لتقوية الصداقة بين الطرفين، قامت الصين بنسخ تلك الطائرات وأصبحت منافساً مباشراً للاتحاد السوفيتي في سوق الطائرات المقاتلة.
كما باعت الصين مجموعة من طائرات جيت 7 للولايات المتحدة الأمريكية في السبعينيات، حيث استخدمت أمريكا تلك الطائرات لتدريب طياريها على مواجهة طائرات ميج 21 السوفيتية. جي 11. الطائرات الحديثة أيضاً ليست استثناءً، حيث أنتجت الصين طائرة جي 11 كنسخة من طائرة سو 27 السوفيتية، وذلك بعد 25 عاماً من بدء إنتاجها في الاتحاد السوفيتي. حصلت الصين على طائرات سو 27 السوفيتي عام 1995 بموجب اتفاقية بين الطرفين تسمح للصين بتركيب الطائرات السوفيتية بعد استيرادها مفككة من الاتحاد السوفيتي. لكن أثناء ذلك نجح المهندسون الصينيون في إنشاء نسخة من الطائرة، وذلك في وقت قياسي. وقد حملت الطائرة الصينية الجديدة اسم جي 11، وهي مزودة بكل التقنيات التي تم تزويد الطائرات السوفيتية بها. لكن هل توقف الأمر عند هذا الحد؟ بالطبع لا. جي 11D. عام 2019 تم نشر صورة لطائرة جي 11D الصينية الجديدة، وهي أيضاً نسخة طبق الأصل من طائرة سو 35 الروسية. الجدير بالذكر أن الطائرة الصينية الجديدة لم تظهر إلا بعد حصول الصين على مجموعة من طائرات سو 35 الروسية، وهو ما يؤكد بأن الصين لم تقم بتطوير طائرة جي 11D بنفسها كما تدعي، بل إنها قامت بنسخ طائرة روسية مرة أخرى. وقد حاولت وكالة الأنباء الصينية التغطية على الأمر بتأكيدها بأن طائرة جي 11D هي نسخة مطورة من طرف الصينيين، حيث تحدثت وكالة الأنباء عن تزويد الطائرة بنظام رقمي حديث و14 راداراً نشطاً تعمل بالأشعة تحت الحمراء في مختلف الاتجاهات، إضافة إلى العديد من التقنيات الحديثة التي طورها المهندسون الصينيون. ولكن رغم محاولات الصين تحسين صورة مهندسيها العسكريين، إلا أن الجميع يعرف بأن الطائرة الصينية الجديدة هي نسخة من طائرة مقاتلة روسية. وهنا يمكننا أن نطرح السؤال التالي: ألم يفهم الروس لحد الآن بأن الصين تشتري الطائرات الروسية بهدف نسخها فقط؟ أم أن الروس يفتخرون بوجود طرف آخر يقوم بتقليد منتجاتهم؟ جي 31. لم تقم الصين بنسخ الطائرات الروسية فحسب، بل الطائرات الأمريكية أيضاً. الطائرة المقاتلة من الجيل الخامس جي 31 هي نسخة طبق الأصل من طائرة F-35 Lightning II الأمريكية. ورغم أن العديد من الخبراء يشكون في مدى قدرة الصينيين على نسخ تقنيات التخفي الحديثة والرادارات المتطورة للطائرة، إلا أن تلك ليست مشكلة. فالهدف من صنع طائرة جي 31 هو إنتاج طائرة مقاتلة ذات جودة تقارب جودة طائرة F-35 وبيعها بعد ذلك للدول التي لا تستطيع الحصول على طائرة F-35 بسبب نقص الميزانية أو المشاكل السياسية مع الولايات المتحدة الأمريكية. وفي عام 2016 تمت إدانة مواطن صيني مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة التجسس، حيث ساعد الصيني مجموعة من القراصنة على اقتحام خوادم شركة لوكهيد مارتن وسرقة بعض المعلومات السرية الخاصة بطائرة F-35. والنتيجة واضحة، الفرق الوحيد بين طائرة جي 31 و F-35 هو عدد المحركات، حيث تعمل الطائرة الصينية بمحركين بدل محرك واحد في الطائرة الأمريكية. جي 20. تتعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع الطائرات الصينية الجديدة على محمل الجد، خاصة وأن تلك الطائرات لا تقل جودة عن الطائرات الأمريكية والروسية. وأشهر الطائرات الصينية الجديدة هي طائرة جي 20، وهي مزيج بين طائرتي مي 144 الروسية وF-35 الأمريكية. وقد أجرت طائرة جي 20 أول رحلة تجريبية لها في 11 من شهر يناير من عام 2011، وانضمت رسمياً إلى عتاد القوات الجوية الصينية بعد 6 سنوات. هيكل الطائرة يوفر ديناميكية هوائية متميزة، وقمرة القيادة مزودة بأحدث التقنيات، كما أن الطائرة تم تزويدها بمختلف الأنظمة الحديثة المتواجدة على متن الطائرتين الروسية والأمريكية، مما يجعل نقاط ضعفها قليلة جداً. ورغم أن ما قامت به الصين هو عملية تقليد واضحة، إلا أن الحكومة الصينية مصرة على أن هذه الطائرة من ابتكار المهندسين الصينيين. وأخيراً KF-21. الآن سنذهب لكوريا الجنوبية التي يضم أسطولها عدداً كبيراً من الطائرات المقاتلة، وكلها نسخ من الطائرات الأمريكية. لكن في الفترة الأخيرة قررت كوريا الجنوبية صنع طائرتها المقاتلة الخاصة، وهذه المرة سيتم الاعتماد على النسخ بنسبة 50% فقط. إنها طائرة KF-21 من الجيل الرابع، والتي ستكون قريباً الطائرة المقاتلة الرئيسية لجيش كوريا الجنوبية.
تم إطلاق المشروع عام 2016 تحت رعاية قيادة برنامج الدفاع الجوي الكوري الجنوبي وبتنفيذ شركة كوريا أيروسبيس أندوستريز. وقد أصبح هذا المشروع أكثر مشروع عسكري تكلفة في تاريخ كوريا الجنوبية بقيمة وصلت إلى 16.6 مليار دولار، منها 7.7 مليار دولار أنفقت بشكل مباشر على عملية التطوير. ورغم عدم إيمان الكثير من المحللين العسكريين بقدرة كوريا الجنوبية على صنع طائرة مقاتلة حديثة، إلا أن المهندسين الكوريين كانوا واثقين من قدرتهم على صنع طائرة بقيمة أقل من تلك التي يتم استيراد الطائرات المقاتلة بها. كما أن كوريا الجنوبية تنوي عرض طائرتها للتصدير أيضاً في حالة نجاحها، وقد دخلت أندونيسيا كشريك في المشروع. وحسب الاتفاقية بين البلدين، فإن أندونيسيا ستغطي 20% من تكلفة المشروع، وتحصل مقابل ذلك على نسخة جاهزة من الطائرة وكل المخططات التقنية الخاصة بتصنيعها، إضافة إلى الحق في صنع 50 نسخة من طائرة KF-21. أي أن هذه الشراكة ستعود بالكثير من الفوائد على أندونيسيا أيضاً. إن عجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضاً متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.